مشاهدي زيو سيتي بوان نت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج لقاء مفتوح. حلقة نستضيف خلالها أحد الوجوه التي أثرت المشهد السياسي للسنة المنصرمة، أحد الوجوه التي برزت خلال انتخابات الرابع من سبتمبر من سنة 2015 وما بعدها. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نستضيف الأخ أسامة العموري. أهلا وسهلا ومرحبا بك أسامة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر وأتقدم بالشكر الجزيل لطاقم موقع زيو سيتي بوان نت على استضافتنا في برنامج لقاء مفتوح. قصد تنوير الرأي العام ووضع النقاط على الحروف كما يبقى. مرحبا بك سي أسامة. سي أسامة، خلينا نبداو من البداية ديالكم في الأول في العمل السياسي. سي أسامة، البداية ديالكم كانت في حزب الاستقلال، داخل حزب الاستقلال. كنتم أحد الوجوه الشابة النشيطة داخل حزب الاستقلال. يعني كيفاش كانت البداية ديالكم في حزب الاستقلال وكيفاش مشيتوا لحزب الاستقلال وكيفاش كان الاشتغال والعمل السياسي داخل حزب الاستقلال في تلك الفترة؟ كما قلت بداية، أفضل أن لا أتطرق إلى حزب الاستقلال كإطار ولكن كتجربة متواضعة ديالنا داخل حزب الاستقلال. كانت البداية ديالنا في أواخر التسعينات، انخرطنا في منظمة الكشاف المغربي. من بعدها انتقلنا في اشتغال في العمل السياسي كالشباب المدرسية، وهذه التنظيمات يعدون بعض التنظيمات التي كان حزب الاستقلال معروف بها. توليت ولايتين في الشباب المدرسية متتاليتين ككاتب للشباب المدرسية، بعدها انتقلنا للشباب الاستقلالية. من خلال التجربة ديالنا المتواضعة داخل حزب الاستقلال، في البداية كنا كتلة موحدة، كانت مجموعة ديال الشباب متواجدين داخل الحزب، كنا كنشطوا في جميع المجالات، وكانت الأنشطة ديالها يضرب بها المثل. كان الحزب كيتكون جميع الأجهزة والتنظيمات ديالو، إلى في حين تطورت الأمور، الوقت كيستمر. كنا كشباب طموح كفوح على أساس أننا نزيدوا نطوروا الحزب ونمشيو به بعيد. تصدمنا قبل ما نوصل هذا النقطة بالذات، شنو اللي اداكم الحزب الاستقلال في هذيك الفترة؟ حنا كنعرفوا أن حزب الاستقلال كان مسيطر على الساحة، يعني بكيفية السيطرة مطلقة في الساحة السياسية. ملي كنقول الساحة السياسية كنعني الساحة الانتخابية على اعتبار ان السياسيين هنا ما كانوش طوغي انتخابيين. كان حزب الاستقلال كما قلت مسيطر انتخابيا. واش هذه يعني هذيك المجلدات كاع الناس تاع زيو حزب الاستقلال في واحد الفتره من الفترات بداتكم حتى انتم تما ولا شنو اللي داكم بالضبط؟ لا، كما سبق الذكر وقلت، مدينه زيو كانت تشهد واحد الفراغ سياسي. نعم. كان الصراع بين حزبين، حزب الاتحاد الشرقي كل شعبي وحزب الاستقلال. نعم. حزب الاستقلال في البداية كان في الأوج ديالو، في أوج العطاءات ديالو. كما كنا كشباب طموح، يعني كنا لقينا يعني راحتنا، لقينا كطموح للرؤية الشاملة للمستقبل، أننا كمستقبل نكونوا كسياسيين كشباب اللي غادي يهز المشعل من وراء الإخوة اللي كانوا سبقونا. ارتأينا أننا إلا نخرطوا داخل الحزب ونشتغلوا على اساس اننا نكونوا شباب اللي غادي الطموح اللي غادي يكون مستقبلا هو اللي غادي يرفع الرايه ديال الحزب ويمشي بعيد. ولكن من بعد حصل الطلاق مع حزب الاستقلال، الطلاق يعني حيثيات ديالو عرف السكينه ديال زيو كامل طالعت عليها وخلق الحادث حتى داخل دواليب ديال حزب الاستقلال على المستوى المركزي. شنو وقع بالذات؟ هذه فرصة ربما ما خرجتوش الإعلام وصرحتوا ربما مباشرة في الفترة، ولكن هذه فرصة اليوم باش تقول لنا شنو وقع بالضبط. أي حزب كيشهد اصطدامات كيشهد مشاكل، بالخصوص حزب الاستقلال في
مدينتنا العزيزة. كما قلنا في أواخر ديال 2008 هكذاك بالضبط سنة 2008 اجتمعنا وارتئينا على أننا نجدوا هياكل الحزب 2008 من أجل تجديد هياكل الحزب. حقاش الحزب كان كيعيش واحد الركود، كان كيعيش واحد الجمود، كان كيعيش وجمعنا مجموعة ديال الإخوان منهم طلبة معطلين أكفاء، وقعنا صدامات مع مجموعة ديال الإخوان داخل الحزب، بالخصوص على إخوان أعضاء في كتابة الفرق للحزب، قعنا صدام معهم. لحد الآن السؤال كيتطرح لماذا؟ حسب تكهناتي يعني أنهم كانت عندهم شي فكرة على أننا جينا كشباب طموح، جينا من أجل خطف الكراسي، من أجل شي حاجة اللي هما فاهمينها غلط، رغم أننا داخل الحزب عطينا للحزب وكافحنا من أجله، فهمت؟ والحزب ارتأى ومشى للبعيد وكنحتل المراكز الأولى، ولكن مع الأسف اصطدمنا مع مجموعة ديال الإخوان كما قلت اللي هما ما بغاوش هاد الشباب الطموح اللي غادي يكون بديل ليهم. توقفت بالخصوص شباب الاستقلال. درنا اجتماعات متتالية داخل الحزب، كانوا الإخوان كيحضروا معنا ديال مكتب الفرع، كانوا يخلقوا لنا بعض المشاكل اللي ما تخليناش أننا نستمروا في الاشتغال ديالنا. كنا كونا كما كنقولوا كنا واحد مجموعة ديال الإخوة اللي غادي يشتغلوا على المؤتمر ديال الشبيبة، لجنة تحضيرية من أجل الصراع على تنظيم الشبيبة، وكنت أنا رئيس اللجنة بينهم الأخ المرحوم الصادق ولي الله يرحمه. لكن فوق ما يكون شي اجتماع داخل الحزب الا كيجيو الاخوان كيتصادموا مع الشباب. الاخوان ديال المكتب الفرع، المكتب المحلي، المكتب المحلي ديال الفرع ديال حزب الاستقلال. بالنسبه لنا اضطرينا اننا نوقفوا النشاط ديالنا ونراجعوا نفوسنا ونجلسوا في الكواليس مع الاخوان ونشوفوا المشكل فين كاين. استمرت الفتره حتى 2010، سنتين تقريبا. 2010 إخوان جلسوا معنا طرحوا علينا مجموعة الاقتراحات حنا في النهار، قاموا هما في الكواليس داروا مكتب ديال الشبيبة، داروا مؤتمر محلي، وكانوا اختاروا الأخ عبد الله بوشاوني على ما أظن، اختاروا كاتب كتب الشبيبة الاستقلالية رغما عنا كما يبقى. أغلبية أعضاء الشبيبة كانوا منخرطين، كانوا رافضين هذا الاقتراح. كان من الإخوان كانوا رافضين الاقتراح. القضية وصلت للمحاكم السي أسامة، يعني كيفاش توصلت القضية للمحاكم وكتهم توجهت لكم؟ أنت معي الأخ مصطفى قرمودي رحمه الله وإخوة أخرين. القضية للمحكمة، المحكمة ما جاتش غير هكذا، جات عن طريق انتخابات 2011، انتخابات البرلمانية 2011، كانوا مجموعة ديال الإخوان كما قلت داخل الحزب كانوا يمارسوا علينا ممارسات ديال الإقصاء، التهميش، ديال عدم مشاركة الآخر في قرارات الحزب، الإقصاء ديالنا من المؤتمر، حضور المؤتمرات وهادشي علاش قرات هادشي كله، هاد الاقصاء، هاد الوجوه يعني حزبيه جديده في مدينه زايد باش تظهر للساحه، علاش الاقصاء؟ كان انا السبب ديالو الوحيد فين لقيت السبب هو المشكل اللي بدات عليه الشبيبه الاستقلاليه، على انه هاد الاخوان هادو شافوا فينا كشباب طموح، وكان عندنا مصداقيه، وكانت عندنا رغبه الاشتغال، على اننا غادي نمشيو بعيد سياسيا ويحاصرونا،
نبقاو يعني جامدين داخل الحزب، نشتغل محليا يعني. عدم كما نقولوا باش تمشي انك تتلاقى بوجوه جديده، مناضلين جدد ديال حزب الاستقلال، تكوين علاقات. هو بغى يقتصر علينا محليا، اننا نبقاو نشتغلوا محليا. ولكن شكون هما؟ حنا كنعرفوا يعني حزب الاستقلال داخل مدينه زايو ما كانش شي وجه بارز على المستوى المركزي غير السي محمد الطيب، يعني فين هذا شكون هذا الوجه اللي كان فيه غير في الامر؟ السي محمد الطيب كنا نعتبروه كاب لنا صراحة. كنا كنستشر معاه، كنا كنديروا معاه جلسات حميمية، ولكن على ما اظن كاين لوبي داخل حزب الاستقلال استطاع انه يتغلب علينا ويتقرب الاخ محمد الطيبي الكاتب المحلي للفرع لحزب الاستقلال، وانه يتواجه معنا على ذلك المحكمه. كما قلت في انتخابات 2011 اضطرينا كمجموعه ديال الاخوان بينهم الاخ مصطفى قمودي مجموعه ديال المناضلين على الخروج بايع. درنا حركة صحية داخل الحزب، قمنا بمجموعة ديال الاجتماعات في الكواليس، قررنا على أننا نديرو بيان تمديدي فيه توضيح للرأي، فيه توضيح كيشمل مجموعة ديال المشاكل. نعم سي سمعني، هذا الشيء هذا يعني طار عليه السكينة ديال زيو كاملة طارت عليه. هذا موضوع اللي ربما خذا لنا بزاف ديال الوقت ديال البرنامج ما يسمحش. لا وانت كيف ما قلت لي في البدايه انكم انتم مشيتوا لحزب الاستقلال وقناعات وشفتوا ان حزب الاستقلال ممكن تنشطوا فيه، ولكن يعني ما جمدتوش مثلا الانشطه ديالكم واحد فتره معينه كما كيدير بزاف ديال الناس. خرجتوا مشيتوا واسستوا حزب اخر اللي هو حزب النهضه والفضيله. علاش ما كنتوش في حزب الاستقلال؟ يا ربي كنت نعرف المبادئ ديالك. بالنسبه لنا كخروج ديالنا كان بعد بمشاورة مجموعة ديال الإخوة، كانت مجموعة ديال العروض من أحزاب أخرى، مع جلسات عاوتاني ماراثونية، مع ذلك رفضنا، لأننا مبغيناش نعيشو نفس النكسة اللي عشناها في حزب الاستقلال. اضطرينا كما قلت أنا والأخ المرحوم مصطفى قمودي باش نأسسو حزب جديد. وبالمناسبة نستغل الفرصة ديال هذا اللقاء باش نطحنوا على المرحوم مصطفى قمودي اللي يعتبر أستاذ ومعلم ومعطوح النبذة عليه، واللي هو ابن مدينة زايو. اللي ما عاش مصطفى قمودي حقيقة ما كيعرفوه صراحة. كان حاصل على الإجازة في فيزياء، التخصص ديالو كان في العقيدة، ومؤسس ديال فعالية طلابية بجامعة محمد الأول بوجدة، وفاعل جمعوي ومناضل طلابي، وكان من المؤسسين ديال حزب النهضة الفضيلة. قبل العام 1980 ربما كان فاعل. داز مرحلة في الطلابية ديال في الجامعة ديال عدم التنمية، وكان يعتمد عليه التواصل، وكان يعتمد عليه، لكنه يعني كما كنقولوا نفس اصطدامات نفس الفروقات اللي عشناها في حزب الاستقلال عاشها حتى هو في عدم التنمية، وخضع تجربة مع حزب الاستقلال في الانتخابات المحلية. السبب اللي خلاكم تختاروا النهضة الفضيلة؟ كما قلت النهضة الفضيلة كانت مدينة ديال زايو في الأونة الأخيرة كانت تشهد فراغ سياسي، وهذا الفراغ السياسي بينو يعني مصلحة المواطن كانت شبه مشلولة مشلولة في المدينة. نذكر على سبيل المثال المتطلبات اللي كنشوفو حنا خاصة للمدينة، يعني كانت متطلبات للمدينة وحنا كساكنة يعني أشخاص أبناء المدينة عندنا غير على هذه المدينة هذه، اللي لقينا بأن أصحاب الشأن المحلي جاهلوها ممكن كيشتغلوش عليها، بينها إحداث محطة طرقية
بينها المتجول اللي كيعيشوا مشاكل والصدامات مع السكينة ومشاكل الجماعة بينها عاوتاني إحدى التمويجات اللي راه كتعيش واحد الركود فهمتي اللي البناء ديالو كيبان لي حالة زوني. كذلك المستشفى متعدد التخصصات مجموعة ديال المطالب اللي حنا كنلمسوها في مدن أخرى وبغيناها تكون في المدينة ديالنا كنحسو باش نحسو حنايا كأننا عايشين في مدينة. يعني كحزب يعتبر كحزب جديد يتناسب مع عادات وتقاليد المدينة وضو مرجعية إسلامية. هذا هو بالذات المرجعية الإسلامية ومن بلد أنه فهمتكي يعني كمدينة مدينة زيون الناس ديالها الساكنة ديالها محافظين ارتعينا أن نجيبوا حزب ومرجعية إسلامية. ولكن هو السبب هو حزب صغير نوعا ما بالفعل حزب صغير يعني مازال يعني الخطوات ديالو الاولى في حزب صغير سمعت هنا يعني يجب اولا تحديد مفهوم الحزب الصغير والكبير. فاذا كان المفهوم مرتبط بعدد المقاعد في البرلمان بعض بغض النظر عن الأداء السياسي وبغض النظر عن طريقة تولي هؤلاء البرلمان هذه المناصب سواء بالترهيب سواء باستعمال المال طرق متعددة سواء كما كنقولوا حنايا شراء الذمام فهمت في حزب النهضة صغير. ولكن إذا ارتبط الأمر بالتشبث بالمبادئ فالأمر يتغير. يعني حزب يعني مبدئي حزب. لأنه كان بالإمكان ترشيح أصحاب المال. ولكن شو قدم لكم هذا الحزب هذا رغم أنه صغير يعني عنده مبادئ عنده أخلاق نعم ولكن شو قدم لكم أنتم يعني؟ وشو قدم لكم؟ إضافة اللي قدمها الحزب النهضة والفاضلة كحزب رغم فتوته ومحاولة إدخال تيار كامل من الإسلاميين إلى العمل السياسي وهو تيار السلفيين والأمر الذي عجز عن قيام حزب الحاكم. هذا التيار هذا هنا في زي واش استطعت تستقطبوا شي ناس من التيار السلفي في المدينة زي؟ قمنا بمجموعة من المجهودات لكن كحزب وكبداية جديد للمدينة زي وكبداية أولية مازال عاد كنشتغلوا على داك الشيء ان شاء الله. نعم حزب النهضه والفضيله قد تبيع اول تجربه انتخابيه على 14 سبتمبر 2015. كيفاش يعني شفتوا اول تجربه انتخابيه ومن بعد ما كنتوا يعني ثم كنتوا فاعلين من باب يعني مناصره احد الاطراف داخل المدينه ولكن مؤخرا وليتوا انتم كاطراف واضعه نفسها للترشيح بالمدينه. كيفاش جاء الترشيح ديالكم وكيفاش كيفاش كانت الظروف ديال الترشح ديالكم؟ بالنسبه للانتخابات 2015 كان صراحه التجربه ديالنا كانت بسيطه متواضعه بالفعل. احنا ولكن سمحي سي اسامه انتوا خلقتوها داخل المدينه كنتوا حزب نشيط وبالتوازي مع النشاط السياسي كان عندكم نشاط جمعوي. هذا اعتراف ضمني بانه حزب كبير. اعتراف ضمني بانه حزب كبير في تحركاته وعلى الساحه الفعليه ولديه تعاطف شعبي واسع. ولكن النتيجه المحققه كانت يعني لا تعكس الطموحات ولا تعكس يعني حجم الحاله. النتيجه الانتخابيه مرتبطه بمعايير اخرى من قبيل العصبيه القبليه
استعمال المال والنفوذ. استعمال المال زي استعمال المال والنفوذ. استغلال الفقر، استغلال الفقر، فقر الناس وجعلهم احيانا فهمت ترهيبهم وتخويفهم، بزاف المسائل الممارسات اللي تمارست حنا في غنى عنها. كانت النتيجه ديال الانتخابات ديال 2015 راه واش كتشوفوها سي اسامه؟ واش كانت يعني متوقعه غير متوقعه؟ لم تكن متوقعه اسكت. علاش؟ اسكت لم تكن متوقعه. حقيقة كما قلت من خلال المخاطرات تبين لنا بعد اصدار النتائج تبين لنا بان النتائج ترتبط عليها مجموعه كما قلت ديال العوامل من القبليه استعمال المال، وانتم كاعلاميين راكو يعني شاهدتوا المشهد السياسي كي داز ديال الانتخابات ديال المحترم، التصادم، الصراعات، مع اننا نحن في حزبنا عقدنا العزم على ان لا نلجا الى هذه الاساليب وان كلفنا ذلك عدم الحصول على اي مقعد. ديال ديال الانتخابات كانت في صالح حزب الاستقلال. نعم. استطاع يعني هذه بالنسبه لنا احنا كاعلاميين كانت مفاجاه ان حزب الاستقلال في واحد المدينه اللي فيها نمط الترع اللائحي استطاع يحصل من اصل 29 على 15 مقعد. يعني الاغلبيه بمفرده. هذه ربما كانت مفاجاه لكثير منا. الكثير منا اعتقد ان حزب الاستقلال ما كانش غادي يحصل على هذه النتيجه لو لم يكن هناك ضعف كبير على مستوى الاحزاب السياسيه. كانت الاحزاب السياسيه ما عطاتش الباقي الحقيقي، الاحزاب السياسيه ما الانتظارات اللي كنا كننتظروا بها ما شفناهاش، وحتى التحركات ديال الاحزاب السياسيه كانت ضعيفه. واش يعني هذا ما يمكنش يكون مبرر؟ عاد نمشيو نقولوا دي راه كاين شراء الدماء، كاين استعمال المال الحرام، كاين العصبيه القبليه الى اخره. كما يشهد الجميع، نعم، حزب النهضه الفاضله في المشاركه ديالو في الانتخابات المحليه على مرشح تنبير انه دوز مرحله من الحمله ديالو، مرحله قيه، نعم، فيها الصدامات، ما فيهاش كما كنقولوا شراء الدماء، ما فيهاش لا احنا قلنا انا راه مسلمين، ما فيهاش غير اسمح لي باش غادي ننتقل لنقطه اخرى. والحزب ديالنا عقد الحزم العزم على ان لا نلجا الى هذه الاساليب وان كلفنا ذلك عدم الحصول على اي مقعد. نعم. فعمر الحزب لا يتعدى 10 سنين. بزاف. والبقاء الاصلح. نعم. يعني كما كسبت. تبغى تشوفوا انفسكم مازال الشباب مازال الايام الجايه. والالتحاق ديالنا بحزب هذا الفضيله يدخل في اطار إيماني بتخليق الحياة السياسية وليس من منطقة ظفر الغنيمة، وإلا يعني كنت التحقت بأحزاب تمكنت من بلوغ المراد، تمكنت من بلوغ المراد بأقصر الطرق وبأقل مجهود. هنا بالضبط عجبتني هذا الكلام، كنت غادي نلتحق بحزب آخر وكان كتبغيك هكذا قلت له. واش ما كانش اثر اخرى في المدينه ديال زيو هي اللي كانت معك في التحالف ولا؟ هذه يعني كما كنقولوا مدينه زيو مدينه صغيره. نعم. ومع الاسف الشديد علاش في البدايه قلت لكم بان مدينه زيو بغينا نشوفوها كترقى كتزيد لقدام. نعم. باش المواطن يحس بالمدينه ديالو ويكون واحد يلمس الوعي. نعم. الاشاعه حاضر لا مفروض ولا يعني كاينه كثيره منا، اشاعه كاينه. نعم. والاشاعه راني يعني نقدر نقول لك اشاعه يعني من نهار دنا البيان على ان تقدمت لنا اموال من اجل اصدار البيان وبزاف المسائل وكذا. نعم. حنايا لو كان عندنا اطماع اصلا. نعم. راه مرينا في حزب الاستقلال ازم 20 سنه لو كان حتى حنا توظفنا دينا اراضي دينا مصالح خاصه بالنسبه لنا، ولكن حنا كنطيق هذا السائق حزب الاستقلال. اش منطق؟ هذا المنطق اللي كتقول عليه ديروا اراضي توظفوا. لا بالنسبه لي انا ما كنوجهش اشتهاد في الاستقلال وكذا، يعني كمناضلين وهذا من حقنا. نعم. شباب عطى للحزب. نعم. راه كما يقولوا ليس عيبا او حراما. نعم. كان معنا اخوه اوطور. نعم.
مجازون. صراحة احنا يا مصلحة الخاصة خليناها جانبا، كنا نفكر في المصلحة العامة. نعم. إذا سي أسامة، ولي بك الانتخابات ديال 14 تنبيه، انتخابات 14 تنبيه اللي انتهت 14 تنبيه، ويعني نتيجة مع الكلام اللي كتقول، كتقول لي بأنه كانت هناك يعني كان استعمال الماء الحرام، كان فيه العصبية القبلية، خروقات أخرى ذكرتها. هاد الخروقات الأخرى يعني ما كينساش مع الكلام ديالكم، مشيتوا مباشرة بعد الانتخابات، مشيتوا تقدمتوا الطعن. إذا واش هاد شكون اللي خلاكم تمشيو تقدموا الطعن؟ شنو شفتوا من الخروقات؟ دائما الطعن كيكون على أساس خروقات، شنو الخروقات اللي شفتوا مشيتوا قدمتوا الطعن؟ بالنسبة ليوم الاقتراع، راه كما كنقولوا راه هاد الشيء علم الجميع أنها شابتها خروقات، وخروقات متعددة وكبيرة لا تعد ولا تحصى. الخروقات ساهمت فيها أحزاب، الخروقات ساهمت فيها السلطة المحلية. بالنسبة للأحزاب راه الجمعية ربي حق الإنسان، هي ربي حق الإنسان مراحلين، راه صدوا مجموعة ديال الخروقات يوم الاقتراع بينها الهجوم على مسك الغير، استقطاب المواطنين والمواقع اضطر قتلوا، والحمد لله كل شيء كيعرفوا. بالنسبة للخروقات ديال السلطة المحلية كتجلى في التشطيب على مجموعة ديال المواطنين في اللوحة الانتخابية. واش هادشي كان غير لصالح حزب معين أو يعني هادشي كان يعني بشكل عام؟ يعني هاد القضية ربما ما طالتش في مدينة زايد. بالفعل طلعت في مجموعة ديال المدن، هذا هو اللي تنتبه ديالنا. ولكن هذا يعني ما كاينش، هذه المدينة فيها حزب معين، هذه المدينة فيها حزب معين، هذه المدينة فيها حزب معين، يعني ربما ماشي قصور كما كنقول بلغة الشباب عليا. ولكن بالنسبة لإقصاء مجموعة المواطنين من اللوائح الانتخابية، لاحظنا أن مناضلين لكي كما كنقولوا يضموا مع حزب ما أو معين، نعم، تقصوا من لوائح. إذا الأمر مقصود في زايد، مقصود مفتعل. نعم، مقصود مفتعل، وهذا خلاكم تقدموا الطعن. هذا جاء، هذه نقطة ما كما كنقولوا مجموعة ديال الخروقات. نعم، كاين مسائل ديال كما كنقولوا توظيف مجموعة ديال الموظفين في اللجنة اللي كتشرف على انتخابات مدافعين السلطة، رؤساء صناديق وممثلين ديال السلطة في مجلس البلدية ولا فين؟ لا، بالنسبة لصندوق الاقتراع. شكون اللي توظف هاد الموظفين تاعهم؟ ساهمت فيهم كما كنقولوا السلطة المحلية، هي اللي وظفتهم، وكتوفر فيهم الشروط ديال النزاهة. بينهم كاين ممثلين ديال السلطة اللي أبناء ديالهم مرشحين في حزب ما، كاين بالنسبة لنا عاوتاني أشخاص لا يجيدون القراءة والكتابة أميين. نعم، وهذه من الشروط اللي خصها توفر رئيس الصندوق وممثل السلطة، توفر الحيال. نعم، والقراءة والكتابة، والقانون ديال الدستور ديال 2012 فيما يخص الانتخابات جا واضح. ديك الطعن، أنا شخصيا طلعت على الطعن بشكل كبير. ترفض الطعن ديالكم في المحكمة الابتدائية؟ لا، المحكمة الإدارية وجدت. حتى ابتدائيا في الناظور هي مشيتوا الأول الناظور، والناظور مشيتوا لوجدة. الناظور حكمة معاد اختصاص على أنت. لا، بالنسبة لنا حنايا الحكم ديال الناظور لا يعنينا. حنايا دخلنا منافسة انتخابية، قدمنا الطعن في المحكمة الإدارية، هذا الشيء كيخص حزب العصارة والمعاصرة اللي قدم طعن على عدم قبول القبول. نعم، ومن مشيتوا لوجدة سي أسامة ترفضت القضية. بالنسبة للمحكمة الإدارية بوجدة، أنا بالنسبة لي كان عندي واحد كما كنقول واحد آفاق، يعني بالنسبة للأحزاب اللي كما كنتظروا الأحزاب اللي شاركت في العملية الانتخابية أنها تقوم معنا كيد واحدة من أجل تقديم الطعون، لحقاش حتى هي مجموعة ديال الخروقات. والطعن جا عن طريق اتصال ديال الاخوان في العصر والمعاصره بين احنا كحزب النهضه والفضيله، اللي كانت تنسيق بيناتكم، واجتمعنا درنا مجموعه ديال الاجتماعات، حطينا نقاط الحروف، حطينا الخروقات، المسائل درسناها
اتصلنا بأحزاب أخرى اللي امتنعت ما عرفناش أسباب علاش حتى هي أنها تمست في يوم الاقتراع. مشينا كحزبين الوجدة عيننا محامي قدمنا الطعن قدمنا الحجاج كملف كامل مكمول وعطى الرأي ديال المحامي على أن الملف يستوجب يعني يتوجب فيه الطعن. من دخلنا للمحكمة الإدارية مرت جلسات ماراطونية كانت وقام بها دراسات الحجاج والبراهين وبينها استماع الشهود وإلى بالتالي فوجئنا بعدم قبول الطعن. شو ماذا وقع؟ يعني عدم قبول الطعن كما نقول لك يعني اللي احنا بالنسبة لنا كما جا قلت لك الدستور 2012 فيما يخص قانون كانت الانتخابات على حسب علمنا يعني الملف كيتدرس في المحكمة الإدارية في مدة لا تتجاوز 15 يوم. الملف تجاوز 15 يوم 21 يوم 23 يوم عاد تصدر الحكم. يعني هي المدة القانونية ما تحترمش. يعني حنايا من وقع حد التماطل في الحكم يعني دخلنا بأنه الملف ما غاديش يكون عنده شيء. سي كانت أطراف أخرى تطلع المحكمة كاين مجموعة ديال الخروقات وقعت وما علينا غير نستجبوا الأمر. ولكن كان عندكم فرصة للاستئناف وربما الاستئناف ربما تحقق فيها الأمال ديالكم ديال الحس ديالكم. ولكن الاستئناف شنو هو الاستئناف؟ كانت عندنا رغبة أننا نستأنفوا الحكم. أنتم كحزب؟ كحزب حزبنا هذا فضيلة لكن الآخر حزب المعاصرة حزب المعاصرة امتنع امتنع. وبالمناسبة قدمنا حوار في موقع زيو سيتي كان اتصال بكم زيو سيتي شخصيا وضحنا بكم وضحنا مجموعة ديال الأمور لماذا لم يتم تقديم الاستئناف. قلتوا لي كاين ضغوط على حزب الأسرى المعاصرة ولا بالأحرى على أحد الأشخاص داخل حزب الأسرى المعاصرة؟ نعم. وش يعني هاد الضغوط يعني ماذا سقيت هذا الكلام هذا؟ الضغوطات دابا الضغوطات ما نقدرش نلخصها لك وما نقدرش نوجهها لك في الاتجاه ديالها. نعم. الهروب من المسؤولية والتماطل كيطلع علامة استفهام. قول لي سي سعود هذه مناسبة قول لها شنو وقع؟ كنتو نتوما كتجلسوا مع غادياتكم بشكل يومي كتقهوا بشكل يومي كنتو على اتصال بشكل يومي قدمتوا الطعن في اداريا في المحكمه في وجده. من بعد استئنافيا ربما ما بقاش هذاك الاتصال في اشتراط الوصول. شنو وقع بالضبط؟ يحكي لنا شنو وقع باش ربما حتى حنا ناخذوا فكره على اللي كاين. بالنسبه لنا حنايا كعناصر كنمثلوا حزب كمناضلين لحزب المهضوم الفضيله حنا باقيين حنا هما لكن إخوان في حزب الأسرى المعاصرة شخص كاتب المحلي للحزب ما عرفناش السبب اللي خلى أنه جبد روحه فهمتوا ابتعد عليه. قلت لي كان اتصل بها في جوبني كان اتصال مع كنا نستناو أن توصلوا بالحكم عن طريق السلطة. من توصلنا بالحكم عن طريق السلطة اللي تم انتباه ديالي هو أنه كيتجلى في كما كنقولوا في 19 رسالية اللي توصلنا بها من طرف السلطة. نعم. ديال الحكم بالنسبة للمحكمة الإدارية بوجدة. ربط الاتصال بالأخ الكاتب المحلي ديال الفرع ديال الأسرى المعاصرة. مجموعة ديال الاتصالات قمت بها بدون جدوى لم يتم الرد عليها. من بعد ما اتصلت يعني بإخوان داخل الأسرى المعاصرة وداخل المكتب ديال الأسرى المعاصرة وضحوا لي الصورة والأسباب علاش وكتخصهم هما كتخصنيش أنا شخصية ولا أحد ولا الدم تعلق بحزب الأسرى المعاصرة هذا هو اللي خصالك بين جوج شخصية تقدر تكون جمع بيناتهم تقدر تكون شخصية وسياسية هذا هو اللي خلى الأسرى والمعاصرة تمتنع يعني على هذا هو السبب. وانت علاش مشيتوا جوج بوحدكم باش تقدموا عليه؟ هو طبق بين اتصال هاتفي من طرف جهة معنية ما ندخل الاسم ديالها
طلبت بنا أننا نتقدم كحزب. نعم. بعد من حكم جافي على أن العصر والمعصر داش الحق أن هذا طالب الطعن حقاش استوفاتية في المحكمة ديال الناظور. نعم. تمر في الدين القوي ديالها ماشي طرف في النزاع. نعم. طلبوا بنا كان واحد اتصال هادشي ولكن رفضنا ما خصناش نكونوا كيبش فيه لكن كيقولوا هذا مبادئ فهمت قائم والحمد لله وباقية وأسامة الله العموري هو أسامة العموري وكنت واجدوا في الساحة والحمد لله رغم المشاركة ديالنا الانتخابية واخا ما حصلناش معنا ولو مقعد واحد باقيين عندنا أمل في الساكنة على أنها توعى وتغير الموقف ديالها ومازال كتواجدوا الحمد لله في الساحة كنأزروا الساكنة بينو ملف ديال راكم نتوما طرقتوا ليه ديال الاخوه في العباد ديال التمطر ديال الاجتماعيه كتواجدوا نعم من الملف عاوتاني ديال السيده اللي التمطر ديالها من المنزل ديالها من محيص وكرافور في مجال الصحه في مجال في اي مجال حنا كتواجدوا الحمد لله وباقيين كنشتغلوا سي مسامح الاجتماعيه فعلا كتواجدوا انت ناشط جمعوي بعيد مجموعه من الاخوان اللي معك داخل الهضره الفاضله ولكن عاد كاين هنايا ربما كتجر عليكم الويلات انتم كتستغلوا ما هو يعني عمل انساني خيري الى اخره استغلوه ما هو سياسي يعني واش يعني كاين هناك ربط ما بين الاثنين هناك استغلال هذه مغالطه نقدر نقول لك انك انت كتسمع للشارع لحقاش ما يروج في الشارع هو هذا اللي كيروج فهمت ولهنا كنجبد المقوله ديال الشيخان الفاضل الشعراوي رحمه الله اذا لم تجد لك حقيقة فاعلم انك انسان فاشل نعم المنافسه هذه ربما غير من الحسد ديال الفرق المنافسه انا نبغي ان الانسان ينافسك على ارض الواقع اذا انا خدمت وهذاك خدم والاخر خدم راه نكسب المدينه والسكنه كدينا ولكن انت تخدم وانا معقب عليك فهمت انا ما بغيتش نمشيو بعيد غنبقاو والدليل زعما بلي انتم يعني واخا النتيجه كانت يعني ماشي في المستوى الحمد لله عاد كنشتغلوا باقيين تستغلوا كنصيحه نعم الفرق السياسيين اللي كيتواجدوا في مدينه زيو انهم يجربوا العمل الجمعوي قبل حنا اشتغلنا في العمل الجمعوي اولا عاد اسسنا حزب وجبنا حزب العمل الجمعوي صح صراحه كيربي الشخص فهمت كيخليه كما كنقولوا صله توصل بينه وبين المواطن كيعرف المشاكل اللي كيعيشها المواطن اللي كتعيشها المدينه فهمت ويقوم بواحد المجهود لانه على الاقل فهمت يدخل واحد البسمه ديال الفرح للشخص ولا للسيده ولا والحمد لله حنا غاديين على هذا النهج وواصل متواصلين وكنتمنى ان شاء الله هذا السي اسامه ربما الوقت راه كيدهمنا غير سؤال ربما اخير انتخابات النيابيه قال السي بن كيران البارح انها غادي تجرى من حيث نبدا شهر 9 ولكن ربما تاجل لشهر 12 ولا شهر 10 ولا شهر 11 نعم. ولكن يعني اللي متفق عليه كل شيء اغلبيه معارضه هو انها تجرى في 2016 هذه السنه هذه اللي راحنا فيها سنه واحده من عمر الانتخابات ربما يعني قليل نوعا ما واش الحضور ديالكم ماشي كاسامه كنهضروا الفضيله بزاف الحضور ديالكم في الانتخابات النيابيه كيفاش غادي يكون؟ واش نستناوك ان شي واحد فيكم ربما يكون هو على راس اللائحه ديال الاقليميه في تضييق النظر؟ لا بالنسبه لنا كحزب النهضه الفضيله حنا الحمد لله كنتواجدوا بجميع الساحه كنتواجدوا الساحه وجميع العمليه الانتخابيه حنا كنتظروا ان شاء الله انتخابات البرلماني اللي غادي ان شاء الله باذن الله كنتظروا ان غتكون عندنا مشاركه ان شاء الله مشاركه قويه ان شاء الله بغض النظر كان الشخص يعني شكون هو ومنين ثم غادي تدعم واحد الشخص ان شاء الله غاديين ومستمرين لحقاش هذا مشروع فهمت كيبقى على العاتق ديالنا لا بالنسبه في المجال السياسي اللي جمعنا المشروع ديال المرحوم كما قلت المرحوم مصطفى قنوتي رحمه الله عليه فهمت كان حنا غاديين في المسار ديالو ان شاء الله وغادي نستمروا ان شاء الله حتى تحقيق النتيجه اللي كيستاهلها الحزب ونشرفوا ان شاء الله سي اسامه ربما الى عندك شي كلمه اخيره توجهها بالنسبه مجددا كنشكركم على فتح الصدر الرحب ديالكم
وتحت لنا الفرصة في هذا اللقاء برنامج مفتوح للتعبير عن الرأي ديالنا. وكان نوجه الشكر الخاص للأخ والمناضل أحمد محاش من مدينة الناظور كاتب الإقليمي على كاتب الإقليمي واللي وقف معنا يعني موقف رجولي كنشكره بزاف. وبالمناسبة استغل الفرصة حقاش لاحظت أنني فوق ما كندير شي موضوع في المواقع الإلكترونية بخصوص مواقع كاين بعض الأشخاص اللي تلو مشلهم الأخ سعيد قدوري عندهم النقد ديالي. هذاك النقد حنا بغينا النقد بناء، بغينا النقد اللي نزيدو به قدام، ولكن النقد اللي يخلي الإنسان أنه يوقف ويحبس العمل ديالو هذاك لا يعنينا. حنا مستمرين متواصلين وغادي في النجاح إن شاء الله، وكنجيبوا الخير لهذه المدينة وكنلجؤوا الجهات خارج المدينة باش نوصلوا حنايا للخير لهذه المدينة والسكنة المدينة. وكنشكركم مجددا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك الأخ أسامة العموري. إذن مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا شكرا الأخ أسامة العموري على قبوله الدعوة، كذلك الأشخاص اللي شافوا أنفسهم أنهم ذكروا في هذا البرنامج هذا حقهم الرد زي سيتي بونيت تفتحوا قلبها للرأي هذا صدرها للرأي والرأي الآخر. إذن مرحبا بكافة الفرقاء السياسيين جمعويين رياضيين ثقافيين من مدينة زيو وخارج مدينة زيو سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. إلى ذلكم الحين مشاهدينا الكرام لكم مني أنا سعيد قدوري أجمل التحيات وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله. شكرا سيسي. شكرا جزيلا.